هنا بيقول لك simplify each of the following to the simplest form. تمام؟ طبعا دي المالتبلاي، والمالتبلاي بتتحل باكتر من طريقه، عشان بس ايه ما تمسكش في طريقه وتقفش في طريقه والباقي أي ما تستقبلش اي طريقه ثانيه وتقعد تقول لا انا ما بتحلش الا بديت والطريقه الثانيه غلط، ما تبقاش عامل زي الايه المهم يعني المالتبلاي بالذات في الروت بتحل باكتر من طريقه وكلهم صح، ومحدش يقول لك ده صح ولا ده غلط ولا ده تبع المنهج ولا ده بره المنهج. يعني ابسط طريقه ان احنا بناخد الانتجرز او الهول ده تايمز الهول ده 2 ملتبلاي 5 ب 10 وروت 3 ملتبلاي روت 2 يطلع لك بروت 6 بس خلاص خلصت. يبقى 2 ملتبلاي 5 هيطلع لك ب 10 روت 3 تايمز روت 2 بيطلع لك بروت 6. طب هنا برضو 2 ملتبلاي 3 ايكوالز 6 ملتبلاي، على فكره اللي ما بين التو نمبر دولت هنا ايه ملتبلاي. طب روت ال 18 ملتبلاي 2 هتطلع لك في الاخر روت 36. يبقى روت ال 18 ملتبلاي 2 روت 36 ومنها ال 6 دي زي ما هي. روت 36 معروفه يعني احنا يعني حافظينها يعني ب 6 6 باي 6 ايكوال 36. يبقى روت 36 ب 6 عشان برضه لسه في ناس بتنزل. طب ديت الروت تايمز الروت 2 ملتبلاي الهول اللي هو 2 ملتبلاي 1 ب 2 ملتبلاي والروت تايمز الروت البنات مع البنات والصبيان مع الصبيان. روت ال 5 ملتبلاي روت ال 10 هيطلع لك روت الاخر ايه؟ روت ال 50. يعني 2 ملتبلاي روت ال 50 ديت لو جيت تفكها هتطلع لك ب 5 روت ال 2. 5 روت ال 2 ومنها 2 ملتبلاي 5 ب 10 10 روت ال 2. بس. يبقى تاني اهوت الروت تايمز الروت هي لها طريقه ثانيه يا مستر؟ هقول لك الطريقه الثانيه ايه هي. روت ال 5 ملتبلاي ال 2 هنفك الروت ال 10 دي. روت ال 10 دي عباره عن روت ال 2 ملتبلاي روت ال 5 صح ولا لا؟ 2 باي 5 اديني 10. فانا عندي هنا روت ال 5 تايمز روت ال 5 بيكون ايكوالز 5 ده تايمز ده بيطلع لك 5 وال 2 دي زي ما هي ودي وراهم 5 باي 2 10 10 روت 2. شوف دماغك اتدوشت ازاي اتشتتت ازاي عشان ايه قلت لك طريقه ثانيه. فعشان كده احنا عايزين نوحد طريقه الحل. هناخد الروت تايمز الروت والهول تايمز الهول او الانتجر تايمز الانتجر 2 باي ال 1 ب 2 وروت ال 5 تايمز روت ال 10 يطلع لك روت ال 50. هتبقى 2 روت ال 50 هي عباره عن 5 روت ال 2 2 باي 5 يطلع لك ب 10 10 روت ال 2. طب ديت عادي ملتبلاي هنكنسل ال 2 مع ال 2 وال 7 مع ال 7 ففي الاخر هتفضل لي ايه؟ يفضل لي 1. ليه؟ لان انت بتكنسل كده معناه انك بتعمل ديفايدد على فكره. يعني كاني بعمل ديفايد 7 ديفايد 7 ب 1 2 ديفايد 2 برضه بايه؟ ب 1. طب ديت ال 3 بص برضه ديفيجن الهول ديفايد الهول انتجر ديفايد الانتجرز 3 ديفايد 1 ب 3 روت ال 15 ديفايد ال 5 يطلع لك روت 3 خلصت. مستر طب انا عايز اعملها بستبس مش هيجي لك كده اصلا في الامتحان. هو الديات بيمهد لك لمدعكه جايه بعد كده خلي بالك يعني افهم سياسه الكتاب. هو بيمهد لك لمدعكه جايه بعد كده. طب هنا 12 2 اوفر 3 وملتبلاي 54 والكلام ده اوه المساله ديت تحل بطرق كتيره. احنا قلنا نجيب الروت تايمز الروت يعني 12 ملتبلاي روت 54 ملتبلاي 2 اوفر 3 يبقى 12 ملتبلاي نفتح الكالكليتر واقول له الروت 54 ملتبلاي 2 اوفر 3 ايكوال 6 12 ملتبلاي 6 72. طب يا مستر طب لو جيت لي في الامتحان بالخطوات اعملها ازاي؟ جايه لك يا حبيبي جايه لك ما تقلقش هتكون 72. الفكره اساسا انا عايز اعرفك هنا ايه؟ انك دايما تاخد الانتجر مع الانتجر والراشونال مع الراشونال. ندخل بقى في كويشن نمبر 5 اللي انا بقول لك عليه اللي هو يدخلك في الحوارات دي بقى. كويتشن نمبر 5 هتلاقي فيه حاجات جايبها لك من الاسم اللي فات برضه. جايب لك هنا روت 6 ملتبلاي براكت روت 3 ماينس روت 2. هنا في بينهم ملتبلاي. فاحنا هنعمل ديستريبيوشن بروبرتي اللي هي دي تايمز دي ودي تايمز دي. وبعدين تبص هتلاقي المساله اتحولت لمساله من اللي احنا كنا قاعدين نحلها من اول الحصه. روت 3 تايمز روت 6 ملتبلاي روت 3 هيطلع لك روت ال 18 ماينس روت 6 ماينس روت 2 هيطلع لك روت 12 بس ايه؟ وتحلها بقى زي ما حلينا في اول
الكتاب اهوت المسائل ديت هتبقى ايه؟ يعني انا بقى هفهمك ان هي نفس الفكره. ما تتخضش يعني. هنمسك الروت ال 18 لوحدها ونكتب روت ال 12 برضه لوحدها وتحل بقى براحتك بقى. ال 18 عباره عن 3 روت 2 هيكون هنا 3 ملتبلاي 3 ملتبلاي 2. طب وال 12 دي عباره عن ايه؟ 2 روت 3 2 روت 3 هيكون عباره عن 2 ملتبلاي 2 ملتبلاي 3. طب الاجابه لو جيت تلاحظ هنا هتلاقي ده مع ده. هنجيبهم ايه؟ ماينس. هنجيبهم ايه؟ ماينس. يبقى 3 روت 2 ماينس 2 روت 3 وبس كده. مش هنعمل فيها حاجه؟ لا. هتسيبها زي ما هي. اشمعنى؟ لان انت عندك دي روت روت 2 ودي عندك كمان ايه؟ روت 3. هتسيبها زي ما هي. بس. عندنا في كويتشن نمبر 3 لو جيت تلاحظ هتلاقي التو نمبر دولت اسمهم حاجه لهم حاجه ده اسم قلناه برضو في الاسم اللي قبليه. كونجيجيت نمبر. يعني بيكونوا شبه بعض وده لسه هتاخده الليسن اللي بعد الجاي برضو او الليسن اللي جاي الليسن اللي جاي. لو جيت تلاحظ هتلاقي ان هم بيكونوا شبه بعض بس مختلفين في الساين بتاعت الميدل. ودولت قلنا ان لما بيجي يتحل بنعمل فيرست تايمز الفيرست والسكند تايمز السكند وبس. يعني 3 روت ال 5 ملتبلاي 3 روت ال 5. نيجاتيف باي بوزيتيف نيجاتيف وروت ال 7 ملتبلاي روت ال 7. يبقى الفيرست تايمز الفيرست والسكند تايمز السكند. 3 باي 3 9 روت ال 5 تايمز روت ال 5 بيطلع لك بايه؟ ب 5. بقت 9 ملتبلاي 5. 3 باي 3 9 روت ال 5 تايمز روت ال 5 بيطلع لك ب 5 ونعمله ملتبلاي ماينس روت 7 تايمز روت 7 بيطلع لك ب 7. ديت هتطلع لك ب 45 ماينس الايه؟ ال 7. 45 ماينس الايه؟ ال 7. وبس. يعني 45 ماينس 7 يطلع لك في الاخر بكام؟ 38. يبقى فكره المساله ان احنا جبنا الفيرست تايمز الفيرست والسكند تايمز السكند وخلصت على كده. الفيرست تايمز الفيرست والسكند تايمز الايه؟ السكند. بس. طب ديت المساله اللي في ناس كتير جدا بت ايه؟ ما بتحبهاش. بتنساها دايما. ليه بقى؟ احنا قلنا فكرتها هنجيب ده بيتضرب بالعربي خالص اهو. ده بيتضرب في نفس مرتين. وده بيتضرب في نفس المرتين. بنجيب السكوير بتاع ده وبنجيب السكوير بتاع ده ولسه في كمان حته ثالثه. ولسه في كمان حته ثالثه. يعني هو بيطلع لي ثلاث اجابات. يبقى ثاني. يبقى ثاني، يبقى هنعمل ايه؟ يبقى احنا بنجيب ده بيتضرب في نفس المرتين، روت 3 تايمز روت 3 بيطلع لك 3. نيجاتيف باي نيجاتيف بيطلع لك بوزيتيف. روت 2 تايمز روت 2 بيطلع لك ب 2. بعد كده بناخدهم كلهم ملتبلاي في الجنب كده 2 اللي هي ده هي ملتبلاي نيجاتيف روت 2 ملتبلاي روت 3. النيجاتيف دي تنزل زي ما هي وال 2 دي زي ما هي. روت 2 تايمز روت 3 بيطلع لك روت 6. ومنها 3 بلس 2 هيطلع لك ب 5 ماينس 2 روت 6. نحلها من تاني عشان برضه وجاي لنا برضه تاني وراه. روت 3 تايمز روت 3 بيطلع لك ب 3. نيجاتيف باي نيجاتيف بوزيتيف. روت 2 تايمز روت 2 ب 2. ناخدهم كلهم ملتبلاي. بوزيتيف باي نيجاتيف نيجاتيف. 2 ملتبلاي روت 3 ملتبلاي روت 2 هيطلع لك 2 روت 6. 3 بلس 2 5. 5 ماينس 2 روت 6. وبس كده. تمام. دي زيها بس انا حاطط لك وراها في الاخر ايه؟ نيجاتيف روت 60 وهنفكها بالكالكليتر. هنفكها بالكالكليتر. ماشي. شوف كده. روت 3 تايمز روت 3 3 بوزيتيف باي بوزيتيف بوزيتيف. روت 5 تايمز روت 5 5. بعد كده بناخدهم كلهم ملتبلاي 2 بلس ايه؟ 2 ملتبلاي روت 3 تايمز روت ال 5 في الجنب كده 2 ملتبلاي روت 3 ملتبلاي روت ال 5 هيطلع لك ب 2 روت ال 15 ماينس روت ال 60 في الجنب كده برضو تاخدها كده على جنب وشوف هتطلع لك بكام.
عملها على الكالكليتور روت 60 2 روت ال 50 يبقى هنا كل 2 ملتبلاي 2 ملتبلاي ال 15 كل ده لازم تعمله في الامتحان لو جالك السؤال ده كده في الامتحان كل ده تعمله في الامتحان لو جالك السؤال في الامتحان يبقى ديت هتطلع لك ب 2 روت ال 15 لو جيت تلاحظ هتلاقي ان نكنسل ده ونكنسل ده يتفضل لك هنا 3 بلس 5 هتطلع لك في الاخر بكام؟ ب 8 مساله عايزه هداوه اي مساله اصلا عايزه هداوه ومره في مره تلاقي الموضوع بقى معاك سهل جدا 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 طيب تعال نشوف كده المسائل ديت question number 6 هنمسك كل مساله من دولت هقول هنا root 3 over root 2 نعمل times root 2 over root 2 ونعمل ده multiply ده هيطلع لك في الاخر root 6 over root 2 times root 2 بيطلع لك ب 2 بس كده وخلصت على كده المسألة خلصت على كده ما فيش فيها سمبليفاي عن كده طب اللي بعديها روت الفايف شوف هنكتبها ازاي زي مكتوبة كده هتقول دي مختلفة ديت ليه لان جايب لي الفراكشن كله تحت الايه الروت جايب لي الفراكشن كله تحت الروت طب ايه رأيك بقى هنعمل حاجة ايه هنفصلهم عن بعض ازاي دي هتكون روت الفايف over root 3 root 5 over root 3 هنعمل multiply multiply الدينومينيتور ده اللي هو root 3 over root 3 يبقى الفكره بتاعت المساله ان انا ايه فصلتهم عن بعض فصلت النيميريتور مع الدينومينيتور حطيت كل واحده منهم في root root 5 multiply root 3 هيطلع لك في الاخر root 15 root 3 times root 3 بيطلع لك ب 3 وبرضه هتسيبها كده. محدش يقول هنعملها سمبليفاي ما ينفعش ده irrational وده rational ما ينفعش خالص. طيب 5 root 3 over root 5 5 root 3 over root 5 هنعمل multiply multiply ايه؟ root 5 over root 5 برضه الدينومينيتور هو اهم حاجه عند الدينومينيتور ال 5 هتنزل زي ما هي روت 3 تايمز روت ال 5 بيطلع لك روت ال 15 روت 5 تايمز روت ال 5 بيطلع لك ب 5 هنكنسل ده ونكنسل ده هيطلع لك في الاخر روت ال 15 تمام طب وبعدين 4 روت 3 ماينس روت 2 اوفر 2 روت 3 نكتبها تحت نوت 4 روت 3 minus root 2 over 2 root 3 برضو انت عندك المشكلة مع مين مع root 3 هنا هنعمل multiply كده root 3 برضو over root 3 وبعد كده هناخد الroot 3 ديت نعملها times الايه كل الاكسبريشن دي ركز بقى في الحتة دي يعني root 3 multiply multiply كده اهوت 4 4 root 3 minus root 2 و 2 times 1 ب 2 و root 3 times root 3 يطلع لك ب 3 هيكون 2 multiply 3 هيكون equal 6 2 multiply 3 هيكون equal 6 يبقى هنشيل دي ونحط مكانها 6 هناخد root 3 multiply 4 root 3 دي multiply دي ودي multiply دي هتعمل distribution دي times دي في الجنب كده 4 وroot 3 times root 3 بيطلع لك ب 3 هيطلع لك ب 12 يبقى هيطلع لي هنا ب 12 minus root 3 times root 2 هيطلع لك بروت 6 over 6 وبس كده يبقى احنا عملنا هنا الديستريبيوشن روت 3 تايمز 4 روت 3 في الجنب كده ال 4 تنزل
وروت 3 تايمز روت 3 يطلع لك ب 3. يطلع لك ب 12 ماينس روت 3 تايمز روت 2 يطلع لك بروت 6 اوفر 6. تمام جدا. المسألة الأولى دي في الاتشوز فيها ديفيجن.